هناك مخالفات كثيرة جدا يقع بها النساء المسلمات عن جهل أو عن تقصير من قبلهن أو من قبل أزواجهن، وهذه المخالفات مبوبة ومرتبة بحسب فروع الدين الكبرى. فمثلا، وهذا الذي سأتحدث به، ما من بلد إلا وعندي مئات بل بضع مئات من الشواهد على أن النسوة اللواتي يسلكن هذا الطريق يسلكن في طريق مسدود. فمثلا، نساء مسلمات زوجات لمسلمين يرتادون المساجد ويطلبون العلم قد يذهبن إلى السحرة والمشعوذين والكهنة، وكل هؤلاء يرتدون في مسوحة رجال الدين، إن هذا شيخ يفك السحر، شيخ يقرب بينه وبين زوجه، شيخ يجلب له السعادة. هناك من الدجاجلة والمشعوذين ما لا سبيل إلى حصره. اكتشف امرأة تذهب إليها الفتاة تعدها بزوج مقابل 300,000، عند مجموعة شبان ترسل أحد هؤلاء الشبان فيخطب هذه الفتاة، فأول ما يخطب معناها الأمر صحيح والمبلغ أخذته وفق وعد صحيح، ثم يختلق الشاب مشكلة وتفسخ هذه الخطبة وتعود الأمور إلى مجاريها. فلا بد من الوعي. آلاف المشعوذين، آلاف الدجاجلة، وكلهم يرتدون مسوح رجال الدين. فالقرآن الكريم واضح، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الله عز وجل أمرنا أن نستعيذ به. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذا ذكر الله عز وجل مما يذهب عنا الشيطان. الاستعاذة بالله وذكر الله عز وجل وسيلتان قرآنيتان من عند خالق الكون. وربنا عز وجل وصف الشيطان بأنه وسواس خناس، لمجرد أن تستعيذ بالله عز وجل يخلص وينتهي. أما حينما يلجأ الناس ولا سيما النسوة إلى دجاجلة، والله هناك قصص يندى لها الجبين، هناك حالات من الزنا تتم في مثل هذه الأماكن، وهذه الحالات يندى لها الجبين. أنا لا أتكلم من فراغ، أتكلم من واقع. يعني أحد الأشخاص الذين أثق بهم حدثني عن قريبه يرتدي مسوح رجال الدين ويحل مشكلات الزوجات، قال لي والله لا يصلي ويرتكب الزنا بعشرات، نساء جاهلات يذهبن إلى هذا الشيخ ليفك السحر عن ابنتها، هناك خلاف بين البنت وبين زوجها، فالحل أن تذهب أمها إلى ساحر أو إلى رجل يدعي أنه رجل دين. ديننا دين علم، دين أدلة. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. يجب أن تعلموا علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقته. لو أن هناك طريقة لفك السحر وللتأليف بين الزوجين غير هذه الآيات وتلك الأحاديث لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا الابتداع في حل مشكلات الناس الاجتماعية والأسرية بعيدا عن منهج الله عز وجل هو دجل بدجل. حدثني أخ كريم قال لي امرأة الآن في سجن عذراء تستخدم أساليب الخداع والاحتيال من أجل يعني حل مشكلات الزوجات، أما هذه المرأة ذكية جدا فتأخذ مبلغ ضخم بنية أن توفق بينها وبين زوجها، تأمرها أن تكون نظيفة وأن تعتني بأولادها وأن تتزين لزوجها، فعلا تحل المشكلة. هي بماذا أمرتها؟ بما يحبه الزوج.
أمرتها بأشياء أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها ابتزت مالها وأوهمتها أنها عن طريق السحر والجن توفق بينها وبين زوجها، وقد أعطتها أسباب الوفاق الزوجي. لو أن كل امرأة طبقت منهج رسول الله، لو أن كل امرأة طبقت السنة لأحبها زوجها، ولا أحبها ربها، ولا ألقى حبها في قلب زوجها. إذن أول مشكلة تقع بها النساء، نساء المسلمين، النساء المسلمات، زوجات المسلمين، زوجات من يرتاد المساجد، يذهبن إلى السحرة والمشعوذين والكهنة إما لمرض. أنا في مصر رأيت العجب العجاب، رأيت في معظم مساجدها أولياء مدفونون والناس يطوفون حولهم كأنهم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ويسألونهم الأولاد والرزق، وهذا شرك بعينه، لا يسأل إلا الله عز وجل. دققوا أيها الإخوة، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، أبلغ من ذلك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هذا كلام ربنا عز وجل، سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب، ولو أنه يعلم الغيب لاستكثر من الخير، لا يملك لأمته نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلأن لا يملك لغيره من باب أولى. يعني أحيانا يأتيني أخ يقول لي هل أريد عمل لابني، أقول له سابقا يعني أنا لم أجد عملا لابني، فمدام أنا أضعف من أن أؤمن عمل فأنت من باب أولى لا أستطيع. هذا منطق أيها الإخوة. يقول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا، دققوا الآن الأدلة، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهي أكبر مخالفة تقع بها الأخوات المسلمات في شأن حل مشكلاتهم الزوجية، زوجها لا يحبها لتقصيرها أو لأنها تطيعه في معصية الله عز وجل. والله عز وجل يقول ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لحكمة بالغة بالغة شاء الله أن تكون صديقة النساء زوجة أكبر طاغية كافر في الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، وبكل جبروته وقوته لم يستطع أن يحمل زوجته على أن تؤمن به. فالمرأة مستقلة في دينها عن زوجها، ولم يعفيها ربنا إذا قالت هكذا يريد زوجي، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا منهج الله عز وجل. ما في وئام في معصية بالبيت، ما في وئام في أشياء لا ترضي الله، في متابعة على معصية. طبعا من أرضى الناس بسخط الله سخط عنه الله وأسخط عنه الناس، يعني المرأة التي ترضي زوجها بسخط الله عز وجل يسخط عليها ربنا جل جلاله ويسخط عليها زوجها. الآن عيب ومخالفة خطيرة جدا حينما تحزن المرأة تنوح وتضرب وجهها وتشق جيبها، قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والله هناك نساء يخرجن وراء الجنازة بقميص النوم إلى الطريق يلطمن وجوههن نياحة على أزواجهن، هؤلاء النسوة لا يعرفن الله أبدا. المؤمن الصادق يرضى بقضاء الله وقدره،
ومتماسك. فأيما امرأة لطمت ضربت وجهها وشقت جيبها وصرخت بويلها على أقرب الناس إليها فقد قامت بعمل جاهلي لا يرضي الله عز وجل. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والله أعرف رجل من علماء دمشق مقيم في دمشق، له ابن أخذ دكتوراه في الطب، اختص في أمراض القلب، دخل كلية الشريعة، صار في الصف الثالث، حفظ كتاب الله، أنهى خدمته الإلزامية، خطب فتاة مؤمنة وعقد العقد ثم توفي بحادث. ذهبت لتعزية والده العالم الجليل، والله رأيت من والده العجب العجاب، رأيت تماسكا ورضا بقضاء الله وقدره. هذا المؤمن رأيت تماسكا ورضا بقضاء الله وقدره. هناك مصائب كبيرة جدا ومع ذلك المؤمن يقبلها من الله عز وجل. مرة أحد الإخوة الكرام ولدت زوجته بطريقة يعني استثنائية عن طريق آلة، فهذه الآلة أثرت في دماغ المولود فصار يضطرب كل دقيقة اضطراب شديد. أول طبيب قال له هذا الطفل مصيره أنه أعمى أو مشلول أو معتوه، الطبيب الثاني قال نفس الكلام، الطبيب الثالث، فدخل اليأس إلى والده. قلت له مرة هذا الإله العظيم الذي تحبه والذي تعبده والذي وهبته كل ما تملك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا قراره، فينبغي أن ترضى بقراره. وربنا عز وجل شفى هذا الإبن والآن في آخر سنة في الجامعة ومتفوق، مع أنه ثلاث أطباء من كبار أطباء دمشق أجمعوا على أن هذا الطفل ينتهي إلى العمى أو إلى الشلل أو إلى العتم. اللي عند الله مو عند العبد. يجب أن ترضى بقضاء الله وقدره. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن نائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه الإمام مسلم. أي النائحة هي الصارخة بويلها، هذه التي تشد شعرها وتلطم وجهها وتمزق جيبها وتصرخ بويلها، هذه ليست مؤمنة بالله أبدا. يعني يروي التاريخ عن صحابية جليلة مات ابنها وكان زوجها في الجهاد، فلما جاء سألها عن ابنها قالت هو في أهدأ حاله، كان ميتا، وهيأت له الطعام وتزينت له وقضى حاجته منها، وفي الصباح قالت له لو أن الجيران أعارونا عارية ثم استردوها أتغضب؟ قال لا، قالت هكذا فعل ربنا. فذهب إلى النبي وأعلمه فقال بارك الله لكما في ليلتكما، ورزق في هذه الليلة غلاما أنجب 10 حفاظ قرآن كريم. يعني هكذا المؤمن يرضى بقضاء الله وبقدره. هناك نساء يجزعن لضر نزل بهن فتدعو هذه المرأة على نفسها بالموت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هي أسف عمري على طول، لا تقول آمين أنت، لا تقول آمين، هناك من يقول آمين إذا سمع امرأة تقول هذا الكلام. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. نعم.
هذا أيضا من مخالفة النساء لأتفه ضر. لو تعطلت غسالة تدعو على نفسها بالموت. نعم. ومن المخالفات في العقيدة طبعا هذه ليست في بلادنا، في بلاد أخرى يعني يعتمدون على الخادمة في تربية الأولاد، وهذا خطر كبير. خادمة ليست مسلمة هي تربي الأولاد، تربيهم على عقيدة فاسدة وعلى سلوك فاسد، وهن يترفعن عن تربية أولادهم، هذه أيضا مخالفة كبيرة. لا شيء يعوض الطفل عن أمه أبدا. يعني حاضر مثل ما أدري مدى تقبله منكم، لو أن امرأة قامت الليل وصلت وتهجدت وبكت في الصلاة وصلت صلوات كثيرة إلى أن تعبت، الساعة السادسة تعبت فأوت إلى الفراش وأمرت أولادها أن يذهبن إلى المدرسة. أطفال أحد أولادها في ثيابه خلل، والثاني وضع صندوقة فيها زيت بالكتب، انتزعوا الكتب كله، والثالث حذاءه يحتاج إلى تصليح ما صلحه. ثلاثة أولاد أكلوا أكل بالمدرسة لأن الأم ليلة كانت بس مصلي قيام الليل. لو أن هذه الأم صلت الفجر في وقته وهيأت الطعام لأولادها وراقبت أحذيتهم وألبستهم ومحافظهم وشطائرهم التي ينبغي أن يأكلوها، وضعت الشطيرة بكيس نايلو، طعام ما في له رائحة مثلا، لو أنها فعلت هكذا لكانت أقرب إلى الله من الأولى، لأنها عبدت ربها فيما أقامها، عبدت ربها فيما أقامها، أقامها أما. وأول عبادة لهذه الأم أن تحسن رعاية زوجها وأولادها، أول عبادة. أيها الإخوة، هذا تقصير في حق الزوج والأولاد تقصير خطير، لأن هوية هذه المرأة أما أو أم وزوجة، فإذا قصرت فيما أقامها الله به فقد وقعت في مخالفة كبيرة. وأكثر النساء يعني تهتم بكتابة وظائف أولادها ولا تهتم بأداء صلواتهم، يهمها الوظائف والصلوات. سيدنا عمر حينما طعن رضي الله عنه وغاب عن الوعي ثم أفاق ماذا قال؟ قال: هل صلى المسلمون الفجر؟ يدخل الأب إلى البيت مساء يسأل: هل تناول أولاد الطعام؟ نعم. كتبوا الوظائف؟ كتبوا. ما بيقول: هل صلوا العشاء؟ لا يسأل عن الصلاة، يسأل عن كتابة الوظائف وعن تناول الطعام فقط. فلذلك عدم العناية بالأولاد والزوج وإهمال عبادات الأولاد انحراف خطير في تربية الأم لأولادها. وتأخير الصلاة عن أوقاتها أيضا هذا مما تقع به معظم النساء المسلمات. طبعا فيما يتعلق باللباس كلكم يعلم أن الثوب المحرم هو الذي يشف ويصف، يشف عن لون البشرة أو يصف حجم العورة، فأي ثوب يكشف أو يحجم فهذا ثوب محرم أن ترتديه المرأة إلا لزوجها، لأنه نحن نتوهم أنه أخوة لا يحق للأخ أن يرى أخته إلا في ثياب الخدمة، ثياب الخدمة ثوب إلى تحت الركبة
ويستر الصدر وإلى المرفقين، هذا ثوب الخدمة، يعني في حشبة. أما أكثر من ذلك لا يحق للأخ أن يرى أخته، أن يرى صدرها أو ذراعها بأكمله أو ما فوق ركبتها، هذا كله محرم، ولو أنه بالبيت أخوها. فنحن نهمل يعني المحارم، لك أن تنظر إليهم، أمك وأختك وبنتك، لكن لا ينبغي أن ترى منهن ما يقل عن ثياب الخدمة. ثياب الخدمة معروفة، صدر عالي والثياب تحت الركبة والكل إلى المرفق، أما أكثر من ذلك هذا من حق الزوج وحده، لا من حق الأب والأخ نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الشرب من آنية الذهب والفضة والأكل من صحافهما فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. صحاف الذهب والفضة، طبعا العلماء أجازوا الآنية المفضضة المطلية بالفضة، أما إن كانت من الفضة الخالصة فهناك نهي، لأن الفضة والذهب عملة نقد، فإذا استخدم في الصناعة، قال لي مرة شخص، قال لي في حنفية من الذهب الخالص يساوي ثمنها ثمن بيت، إذا عندي ست حنفيات واحد أنا ست بيوت. لو أسكنت شابا في هذا البيت واستخدمت حنفية بيضاء عادية أولى طبعا. فاستخدام آنية الذهب والفضة هذا منهي عنه أيضا.